اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر ونجم الاهلي الكابتن الكبير كابتن حماده صدقي. منور الدنيا كابتن. كابتن يا حبيبي ربنا يخليك. عامل ايه؟ موجود معاك النهارده والله. ربنا يخليك يا رب. كله تمام الحمد لله. طمنا عليك في الاول. لا كويس كله تمام. كله تمام الحمد لله. واخبار الكوره والتدريب؟ لا شويه مريحين شويه. لما بتريح من التدريب يا كابتن احساسك ايه؟ لا سؤال بسرعه كده. بتبقى متضايق وزعلان عايز ترجع الملعب تاني. ولما بتشوف الدنيا ماشيه ازاي خصوصا في مجال التدريب؟ لا عادي ده طبيعي يعني بيحصل في الاجواء كلها طبيعي جدا يعني. هي كده الدنيا ماشيه كده يعني. ما يجيلك بس يا ربنا يجيب الخير يعني تبقى حاجه مناسبه حاجه كويسه. بتيجي حاجات بس بحس ان لا مش يعني مش هتبقى منتج فيها. مش شكلك. لا مش حاجات شكلي حكايه. انت بتفكر وبتدرس كويس كل حاجه بتجيلك. فلازم تدرسها كويس قبل ما تاخد قرار. فبعض حاجات جت كده الفتره اللي فاتت ما كانش طموح يعني. شايف ان في عداله تدريبيه في مصر؟ كل واحد بياخد نصيبه يعني حته العداله. هو مش نصيب العداله التدريبيه. بقول لك كل واحد بياخد نصيبه يعني مفيش ما اقدرش اقول عداله يعني. يعني لكل مجتهد النصيب بتبقى تيجي لك اوقات كده بتضرب فيها كويس بشكل كويس. انت قصدك على الاقالات والحاجات دي؟ بص نزع التواجد التدريبي بشكل عام موضوع التدريب بشكل عام هل هو يعني مش عايز اقول الناس مستحقه لانها فترات هي فترات بتبقى انت شغال بشكل كويس في فتره بترتاح شويه تبقى انت محتاج الفتره ديت عشان تبتدي تجدد طموحاتك تاني وتشتغل بشكل كويس. فدي بتبقى يعني بتبقى كويسه للمدرب يعني انت يعني تقدرش تبقى انت مستمر طول الوقت اكيد طبعا بيديلك وقت محتاج تاخد راحه شويه بتعيد حساباتك في حاجات كتيره في الفني وحاجات كتيره يعني عشان تبتدي ترجع تاني تعمل حاجه كويسه تعمل انجاز لنفسك والحته اللي انت شغال فيها فده كويس بالنسبه للمدرب يعني. طب اسالك سؤال بطريقه تانية. اتفضل. بعيد عن النصيب. طبعا كل حاجه طبعا احنا مؤمنين طبعا بالله طبعا وعارفين طبعا قد ايه النصيب طبعا يعني حاجه بتاعت ربنا. لكن بعيد عن النصيب هل الكابتن حماده صدقي بيشوف ان كل واحد في مكانه يستحقه؟ وانت قاعد بعيد بقى عن يعني انت قاعد دلوقتي في اجازه وشايف الدنيا قدام عينيك في الطبيعي بلاش نقول في مصر. سؤال صعب جدا يعني. سؤال صعب. لا ممكن ما تجاوبش. ما تقدرش تقول يعني تقول ده فلان ايه ده فين ماسك المكان دوت المفروض ما يبقاش موجود في مكان. لا يعني كل واحد بياخد فترته بياخد وقته وبيشتغل وبيقعد ويرجع يشتغل تاني هو التدريب كده. ده انا قصدي يستحق كقدرات تدريبيه كفكر تدريبي. ما غير الجو اللي احنا عايشين فيه. بص فعليه. كويس بتلاقيه مستمر بتلاقيه بيشتغل بيبقى يعني كده مش ما تقدرش تقول ده في مكانه ولا مش في مكانه. كل واحد بيعدي في مراحل بتعدي في نادي صغير نادي كبير طموحات بطوله طموحات اهداف في اهداف بتحققها يعني مش كل الناس هتاخد الدوري ومش كل الفرقه تقعد في الدوري. في ناس بتنافس على منطقه معينه بيحقق هدفه نجح يعني قعد في الدوري نجح. بعض الانديه في انديه بتحقق عايزه توصل المركز الرابع نجحت يبقى ده هدف يتحط قبل الموسم. في نادي بياخد بطوله يبقى ده نجح وحقق الهدف بتاعه. فكل واحد التقييم باخر الموسم ده حقق ايه حقق الهدف اللي كان معمول مع مجلس اداره مع النادي نفسه في المكان بتاعه نجح يبقى خلاص نجح في مكانه. والعمليه التدريبيه بتصير بالشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه كده تقييم بيبقى مظبوط المقيم نفسه هل هو يعني في حاله تسمح له ان هو يقيم مدرب؟ لا مش كله يعني في بعض الانديه في كل الدرجات في الثانيه والممتاز وكله ما بيبقاش عندهم تقييم على ارض الواقع. يعني انت عارف امكانياتك امكانيات فرقتك في كل حاجه الامكانيات الماليه البشريه اللي معاك اللعيبه اللي معاك الحاجات دي كلها بتبقى ليها مكانها تبقى موجود في المكان في الحته دي. هل انت حققت المكان في مجلس اداره بيقول لك لا ما بقاش عنده الامكانيات دي كلها يقول لك احنا عايزين نخش المربع الذهبي. طب الاماره ايه؟ فانت بتقيم كل يعني لو مجلس اداره فاهم كويس بيقيم حاجه واقعيه عنده ان التيم بتاعه ده هيوصل فين؟ بالتقييمات كلها ناس فاهمه ناس عارفه المنافس بتاعك بقاش انت بتصرف مثلا مليون وواحد بيصرف 10 بالظبط عايز تبقى انت تاخد مكانه بالظبط ما ينفعش.
مش الماده بس، في حاجات كتيره طبعا، في حاجات كتيره، اسم النادي، الجماهيريه، الاعلام، الحاجات دي كلها بتدفع، الاحترافيه كمان، كل حاجه بالظبط، هي اللي بتدفع الـ يعني ممكن واحد اقل ماليا ولكن عنده مقومات تانية، عنده لعيبه، عنده اداره، عنده جماهير، عنده اعلام، ده كله دي قوه، دي حاجات كتيره بتبقى موجوده هي اللي بتديك الدافع تبقى موجود في المكان دوت. تمام، لكن الاثنين زي بعض في كل حاجه، ولكن فرقه في حاجه في الماده، في حاجه في اللعيبه في الملعب، فلازم اقيم كويس عشان ابقى واقعي في تقييم يعني. اكيد يعني، بصراحه ما بصدق يبقى معايا ضيف جميل زي كده حبيبي حماده، ويعني انا بقول بتاع كوره، اللي هو يعني بتاع كوره، صنايع الكوره، ربنا فاسئلتي بحب اطلعها علشان الساده المشاهدين بيبقوا يعني مستنيين حد زي حضرتك يتكلم بمنتهى الصراحه. لو قلنا بنسب المدرب المصري جاني ولا مجني عليه بنسب؟ مش عارف يعني، اسئله يعني ايه دي بتاعت اصل في ظروف كتيره جدا يعني، انت كمدرب بتبقى ممكن تبقى كويس جدا يعني عندك امكانيات تاهلك يعني كويس، بس الادوات اللي معاك مش مساعداك بالظبط، اخترت مكان غلط، عشان كده سالتك السؤال ده تحديدا، اخترت مكان غلط، والادوات اللي معاك ما ساعدتكش تقدر تحقق هدفك. ممكن مدرب اقل شويه ولكن في مكان امكانيات تسمح له. طب المدرب مش بقى عنده فرصه الاختيار يا كابتن حماده؟ يعني الكابتن حماده صدقي اتعرض عليه نادي مقومات 1 2 3 4، الكابتن حماده صدقي صاحب الاختيار في الاول وفي الاخر. بص، في ناس يعني في ناس بتتنازل عن حاجات معينه عشان يدخل الموضوع، يبقى موجود في يبقى موجود في الساحه، وفي ناس تقدر بتقيم كويس، تقدر هتضحي بحاجات كتيره عشان لما تروح مكان تروح مكان صح. ففي ده وفي ده، في ناس يعني مش مهم اروح اي حته، ابقى انا متواجد في الساحه وخلاص، دي مش عندي يعني، في بقى عند ناس بعض، لكن لازم تقيم صح لو اي حاجه قدامك عشان تقدر تختار حاجه تقدر تنجح فيها. كم مره جالك تليفون يا كابتن حماده في نادي معين انت قلت لا؟ قال لك يا كابتن حماده خليك متواجد؟ لا، ما حدش قال لي خليك متواجد، لكن جالي كتير، انا درست اكتر من حاجه ورفضت حاجات كتير طبعا يعني، طبعاً. لظروف للاسف محنة. للاسف المتواجد هو اللي شغال دلوقتي يعني، انا اللي بقول انت بتقول مش ده. يعني اكتر نادي كابتن حماده دخله وخرج منه وهو زعلان قوي وحاسس ان هو كان هيحقق فيه حاجات كبيره جدا لكن الظروف كانت بتقوله لا انت لازم هتمشي؟ بص، مش هقول تجربه سموحه، تجربه سموحه كانت بالنسبه لي ناجحه بنسبه 100%، ويوم ما خرجت من الباب العالي زي ما بيقولوا يعني، ما كنتش زعلان خالص، وحققت فيها يمكن احسن حاجه عندي في على المستوى الشخصي في التدريب، اللي انت بتاخد احسن مدرب، بتوصل وصيف دوري وصيف كاس، وتخسر الدوري بهدف، فده بالنسبه لي شايفه انجاز بالنسبه لفرقه زي سموحه. تاني تجربه كانت وادي دجله، كانت بالنسبه لي تجربه كويسه جدا. يمكن قعدت موسم معاهم حققنا مركز خامس، اول مره يحقق الوادي دجله المركز دوت في الدوري، كان قعد فتره بيقعد في الدوري باخر ماتش بتاع لا احنا قعدنا في قبل الدوري بس بست اسابيع وخدنا مركز خامس. الترتيبات اللي كانت الموسم الجديد كنت مرتب حاجه ورق معين ولاعيبه معينه عشان اعلى بقى من المكان الخامس لحته تاني، ما ده ما حصلش في دجله، في دجله ما حصلش، لكن ما حصلش لسياسه نادي ان هو عايز انا كنت بتكلم امبارح مع مسؤولين الدجله، احنا عايزين نطعم بالناشئين وعايزين يبقى عندنا وفره في الناشئين، مش عايزين نصرف كتير، ده اتجاه الوقت السائد. حاولت اعمل موازنه بين اللي انت توصل للمرحله وتبقى ما نفعتش، وده كان لازم. ده كان لازم، وكان سياسه النادي انت بتمشي برضو على سياسه النادي، لازم تبقى قاعد أكيد. عندك اهداف، الهدف ما كانش ممكن يوصل بالطريقه دي. يعني حتى جه بعد كده، بعد اللي مسك مني وقابلته قعدت معاه مستر كارتيرون لما مسك الاهلي ده، هو اللي جه مسك بعدي وقعدنا مع بعض واتكلمنا. برضه هو حقق، بس هو عمل تدريبات كتيره يعني، بعد في يناير عمل تدريبات كويسه قوي، وصل برضه مركز خامس يعني، ما كانش يقدر يوصل اكتر من كده. لكن انا كنت حاطط بعض لعيبه معينه تبقى متواجده معايا، انت بتقيم موسم عدى طلعت خامس فيه وكنت ممكن توصل اكتر من كده، ولكن عملت ورقه عمل تدعيمات معينه تبقى موجوده السنه اللي بعد كده، يمكن ما حصلش اتفاق موافقه عليها، لا اتفاق في حاجات كتيره، مره من مجلس اداره، مره من اللعيبه نفسها، كانت محتاج بعض العناصر اللي تقدر تنافس بيها في المنطقه اللي انت رايحها. انت بتاع عايز تطلع رابع، فبتشوف مين بيطلع رابع، مين
الفرق اللي هي عامله تدعيمات ازاي، بتصرف ازاي، لازم تدرسها كويس وتحللها كويس عشان تبقى انت قريب تبقى زيها عشان تقدر تخش في المكان ده بالظبط. فلقيت الكلام ده مش موجود يعني حصل يعني ما قدرناش نوصل ل الحاجات اللي كانت مطلوبه عشان توصل للرابع او الثالث. ده كلها ليها حاجات ليها مقاومات ما كانتش موجوده فما قدرناش نكمل. يمكن في بدايه الموسم انا يعني اعتذرت. كنا بنتكلم في الموضوع ده كان امبارح مع الكباتن الكبار كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم، بنتكلم في نفس الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه. ما ينفعش على ان دجله احنا كنا بنحبها طبعا، مؤسسه كبيره. لا بص هي مؤسسه احترافيه بمعنى الكلمه، واحترافي بجد، احترافي كمان. هو ماجد سامي احترافي من العيار الثقيل. فلما تيجي تبص طب ليه كله ناشئين بنسبه 90% وحوالي بس 10% خبرات؟ اعتقد ان بتبقى الموضوع لا محتاج شويه خبرات زياده. لا اكلمك بصراحه على دجله. بصراحه دجله صرف مصاريف كتيره جدا جدا. كان مشروع عامله اسمه مشروع الجيم جي. كان بيجيب الناشئ من عنده مثلا 12 سنه بيقعد معاه لغايه 17 سنه. وفي منهم ناس نجحت وطلعت بره على طول، ما لعبوش في الدوري المصري خالص ولا في الناشئين ولا في اي حاجه، طلعوا عنده 17 سنه. اللي هو كان مقر التدريب بتاعه في السخنه. في السخنه. تمام. لعيب زي اسمه زيزو من المنيا دوت، لعيب كويس جدا. طلع كله بيروح ليرز ومن ليرز بيروح انديه ثانيه. الانديه في فرنسا وفي اليونان والبرتغال بيلفوا يعني. وفي مجموعه ما نجحتش رجعت النادي. فدولت اتصرف عليهم كتير جدا. فكان لازم عليهم تواجد في دجله في النادي في مصر. بالظبط. يمكن في عناصر منهم نجحت زي محمد هلال، كريم حافظ، ده كله ده من المشروع بتاع الجيم جي. فهمت. ففي مجموعه تاني موجوده بتلعب لغايه النهارده متواجده مع التيم. فالنادي صرف على الناس دي مبالغ كبيره جدا وعشان يصقلها ويعملها تبقى متواجده في التيم. يعني استغنى عن حته ان انا اشتري بقى بالمبالغ الكبيره اللي احنا شايفينها دي من بره. لا انا اعتمد على القطاع اللي عندي، قطاع الناشئين والاكاديميه اللي موجوده ديت بتاع الجيم جي. يعني ما يمكن دجله لسه ما جناش ثمرها بالظبط لسه قدامه. استاذنك هناخد كريم احمد يقول لنا قائمه الاهلي ونرجع نتكلم في موضوع دجله. كريم احمد اهلا بيك. بجد التحيه ليك يا كابتن ميدو وكل طبعا مشاهديك ومتابعيك. ابدا معاك قائمه النادي الاهلي من لحظات يمكن لسه طالع حالا الشناوي في حراسه المرمى. واحده بقى عشان اكتب وراك. اوكي يا كابتن. يلا. الشناوي. شريف اكرامي. تمام. علي لطفي. تمام. احمد فتحي. تمام. سليم كولوبالي. تمام. ايمن اشرف. علي معلول. حسام عاشور. حسام عاشور. هشام محمد. هشام محمد. وليد سليمان. وليد سليمان. وليد ازارو. وليد ازارو. صلاح محسن. صلاح محسن. مؤمن زكريا. مؤمن زكريا. حمودي. حمودي. محمد هاني. محمد هاني. اكرم توفيق. اكرم توفيق. باسم علي. اخيرا باسم علي. كريم ندفد. ندفد. اسلام محارب. اسلام محارب. واحمد حمدي. احمد حمدي. يمكن اللي لفت النظر طبعا ان ناصر ماهر. ايوه. يمكن احنا كنا شايفينه النهارده متالق في التدريب لكن واضح ان هي رؤيه فنيه لمستر باتر سكرتيرون. سالنا ناصر هل بيشتكي من اي حاجه يعني بالنسبه له الاصابه ايه؟ قال طبعا هو يعني اللي احنا اتاكدنا منه هو كان راجع من الاجهاد او كان راجع من بعض الاجهاد. لكن النهارده كان ظاهر بشكل مميز فواضح ان هي رؤيه فنيه لمستر باتر سكرتيرون لكن ناصر ما بيشتكيش من اي حاجه. كابتن ميدو ينضم له زي ما قلت لك ميدو جابر اللي يمكن اللي كان لسه طالع من لحظات غايه الطابع طبعا النادي. سالناه بشكل شخصي يمكن انا بشكل شخصي قال يمكن هي الخلفيه ثانيه يا كريم يعني رجع ثاني من جديد عنده سوء توفيق ميدو كنا بنتمنى ان شاء الله يكون متواجد معانا لكن ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيبنا. عدد غيابات كثيره جدا يا كابتن ميدو طبعا كده بيبقى متواجد في مباراه الحريه كوناكري لكن ان شاء الله الاهلي بما الحضر ان شاء الله تكون المباراه من نصيبنا باذن الله يا كابتن ميدو. تمام. يعني ناصر ماهر فعلا كنت اسالك عليه يا كريم لكن ماشي هي رؤيه فنيه مش عارف بقى يعني قرصه ودن يعني هنقول زي ما نقول لكن هو الجهاز الفني طبعا الادرى في الاول وفي الاخر. كريم احمد شكرا جدا ليك يا كريم على هذه التغطيه المميزه. اقول لكم بسرعه تاني قائمه النادي الاهلي اللي هتلعب ماتش حريه كوناكري الغيني يوم السبت ان شاء الله. الشناوي شريف اكرامي وعلي لطفي وفتحي كوليبالي وايمن اشرف وعلي معلول حسام عاشور هشام محمد وليد سليمان وليد ازار وصلاح محسن مؤمن زكريا وحمودي ومحمد هاني واكرم توفيق وباسم علي وندفد واسلام محارب واحمد حمدي. خرج من القائمه ناصر ماهر. ناصر ماهر.
فجأة؟ لا يعني متهيألي كان وجوده كان مهم لو سليم طبعا. يمكن هو ما اداش في المباراة الأولى بالشكل اللي احنا كنا منتظرينه، يمكن ظروف المباراة نفسها ما ساعدتوش خالص. نقول أرضية الملعب، نقول الضغط اللي كان موجود في نص الملعب. ناصر كان محتاج يعني الملعب هنا يبقى كان بالنسبة لناصر يبقى كويس. يعني كنا محتاج برضو انت بتحتاج واحد رابط في نص الملعب كويس قوي. هو جاي يعني، هو يمكن ما اداش لسه شفناهوش زي ما كان في سموحه، لكن هو بيعمل لمحات كويسه جدا. كل مباراه بتلاقي موصل لك ثلاث اربع كور للجون، عامل شكل كويس، ربط كويس. متهيألي كان الماتش حسب بقى يعني رؤيه المدير الفني، لكن على المستوى الشخصي انا بحب يعني مقتنع بيك في مكانه في النادي الاهلي في المكان دوت، المكان اللي كان بنعاني منه بشكل كبير بعد يمكن خروج عبد الله السعيد في المكان دوت. وعبد الله احنا صبرنا عليه كتير قوي يعني، قعد فتره طويله كبيره قوي مع النادي الاهلي ما كانش بيأدي، لكن هو اخر سنتين ثلاثه يمكن ادى بشكل كويس جدا. فافتقد النادي الاهلي المكان دوت. يمكن غياب حسام غالي واعتزاله، كانت حسام وعبد الله كانوا عاملين في رابطه كبيره بيعملوها بشكل اللي هو بيحضر من تحت، صنع لعب اللي من تحت، صنع اللعب اللي قدامه، اجاييه في يعني الغيابات دي كانت مؤثره بشكل كبير في اداء النادي الاهلي. يمكن من بدايه الموسم يمكن النادي الاهلي بيأدي نتائج طبعا نسبه 100% رائعه، ولكن الشكل والاداء اللي كنت بتشوفه، هويه النادي الاهلي، يمكن غياب العناصر اللي هي بتأدي الشكل دوت اثرت في الشكل بتاع النادي الاهلي في ادائه بشكل عام. تمام. في ماتشات كتيره يمكن الراجل يمكن اجرب في مباراه واحده بس او في اخر مباريات كان بيجي يعني يروح منزل عامل 4-4-2. بدا مباراه الحرس بالشكل دوت، لا الموضوع صعب جدا يعني. فطبعا ناصر كان قلنا هيعوض المكان ده بشكل كبير، ممكن يكون اصابه، ممكن يكون اداء المباراه الاولى قدام حريك رغيني ما كانتش على المستوى اللي احنا كنا عايز املينه في ناصر ماهر يشتغل بالشكل اللي هو يصنع اللعب، لكن اتقطعت منه كور كتير جدا. اكتر لعيب يمكن الاحصائيات كلها كانت ضده، فالتمرير في الباص، التمرير في الكره كانت بتطلع برجليه بشكل كويس، تعطيل اللعب يمكن ظروف الملعب نفسها الارضيه ما كانتش محتاجه ان انت تقدر تحضر فيها كتير. برغم ذلك انت مضيع فرصتين في الاخر بتاع صلاح محسن بالزبط. اللي دايما النادي الاهلي بيلعب عليها في الماتشات اللي بره، بيقفل كويس جدا، بيعمل ضغط في وقت معين، بيقسم سيناريوهات كثيره للمباراه. لا اتكلم مع حضرتك بالتفصيل عن المباراه واللي شفته من سلبيات وممكن نعالجها ازاي، لكن استاذن حضرتك بس اقول الخبر المهم لجماهير النادي الاهلي. الاهلي بيعلن موقفه النهائي من خوض السوبر المصري السعودي. اصدر النادي الاهلي بيانا رسميا حول موقفه النهائي من المشاركه في السوبر المصري السعودي الذي اعلن مساء اليوم. وقال النادي في بيان نشر في الموقع الرسمي كالتالي: كل ما نشر أو أشيع في السابق عن اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي غير صحيح. تحفظ النادي الأهلي كان على توقيت المباراة 8 من نوفمبر 2018 والتي ستتعارض مع التزاماته الأفريقية في حالة وصول نهائي البطولة. وهو ما أرسله النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم في خطاب رسمي في الأسبوع الأول من أغسطس. أما إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية التي نكن لمقدستها ولجماهيريتها كل الحب والتقدير، فلم تكن أبدا هي محل الخلاف. كلام مهم جدا هنعيده على حضراتكم أكيد. وأضاف: أما عن المباراة القادمة بين النادي الأهلي ونادي الهلال في الرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تحدد لها يوم 6 أكتوبر، فقد تواصل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مبديا رغبة الاتحادين المصري والسعودي في إقامتها احتفالا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الكبيرين. وبعد دراسة الاقتراح مع أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبدى الكابتن الخطيب استعداد النادي الأهلي وترحيبه بإقامة المباراة في حالة الاستجابة لطلب النادي الأهلي بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق كرة القدم في البطولة العربية وبطولة الدوري العام وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الدوري.
في حاله بلوغ النادي الاهلي ان شاء الله لهذا الدور، ونحن في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيب إقامة المباراة. نادي الأهلي بيرحب دائما بأي حاجة في مصلحة الكرة عموما وفي مصلحة الرياضة العربية، فأكيد النادي الأهلي هو خير مثال لهذا الكلام. كان مطلوب التوضيح ده من فتره طويله. يمكن كان في لغط في اقامه المباراه، ناس اتكلمت قال لك الاهلي يعني كله كلام على المواقع ان الاهلي لا لازم السوبر ده بين بطل الدوري وبطل الكاس ويكون في القاهره. النادي الاهلي اعتذر عشان لسبب ما، لكن كان كلها اجتهادات من بعض المواقع. كان لازم البيان ده من الاول خالص موجود، النادي الاهلي كان يصدره، يمكن اتاخر شويه البيان، وكان واضح من الاول ان النادي الاهلي مش عارف يعني مستني برضو حته وصوله ان شاء الله باذن الله يوصل نهائي البطوله الافريقيه. في تركيز كبير من النادي الاهلي طبعا على البطوله، يمكن ده الشاغل كان بالنسبه لنا التعدي وتوصل ان شاء الله النهائي. النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا في البطوله الافريقيه ودي مهمه بالنسبه لنا طبعا. كان لازم توضح الامور دي من الاول خالص، ان يعني كل الناس شايفه ان الاهلي باصص للبطوله الافريقيه، تحديد المواعيد اللي قبل كده ما كانتش مناسبه للنادي الاهلي بالظبط. والكلام ده اتقال يمكن من فتره، ولكن الاجتهادات طبعا كتيره في المواقع دخلتها في حاجه تانية بره الكوره. يعني انت عارف يا كابتن حماده احنا يعني بنعاني وتحديدا النادي الاهلي بيعاني، وتحديات كتير قوي بتقابل النادي الاهلي في الاونه الاخيره، اكيد حضراتكم كلكم عارفين طبعا. لكن النادي الاهلي دايما بيسكت لكن بيرد، وبيرد بقوه كمان، وبيرد بطريقه كمان تخليك انت مقتنع. مش مشجع اهلاوي، المشجع الاهلاوي مقتنع بالنادي الاهلي من يوم ما اتولد، لكن انت كمان كرياضي او محب للرياضه عموما بتقتنع بردود النادي الاهلي، خصوصا انها بتكون ردود في الوقت المناسب، وردود دايما في المصلحه العامه قبل ما تكون مصلحته هو شخصيا كمان. عشان كده الكابتن محمود خطيب قال كلمه جميله جدا، او البيان اللي اتقال كان فيه جمله جميله جدا اللي هي اما اقامه المباراه في المملكه العربيه السعوديه. عشان بس نلغي الكلام اللي الكابتن حماده بيتكلم عليه، ان بعض المواقع وبعض الاعلاميين وبعض القنوات بيتكلموا كلام ملوش اساس من الصحه اساسا. قال ان اقامه المباراه في المملكه العربيه السعوديه التي نكن لمقدساتها ولجماهيرها كل الحب والتقدير لن ولم تكن ابدا هي محل الخلاف. كلام مهم جدا وكلام محترم جدا، وطبعا كلام طالع يعني من اساطير في كره القدم، واساطير كمان في الاداره ومجلس اداره كبير بحجم مجلس اداره النادي الاهلي. يعني في ملخص البيان ان الاهلي بيرحب بهذه المباراه طالما فيه هيبقى فيه تاجيل زي ما حضرتك بتقول يا كابتن حماده، يعني ما نتعارضش مع المصالح بالظبط. عندنا افريقيا وعندنا بطوله عربيه وعندنا دوري عام، لكن طبعا اهلا وسهلا بهذه المباراه. الاهلي بيشارك في اربع مسابقات بالظبط، يعني هو ده قدره طول عمره. طبعا الدوري، كاس، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، والمطلوب منه بقى الاول في الحاجات دي كلها. يعني بالزبط. مش مطلوب التواجد في البطولات، ولكن الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك اللي بيشاركوا في البطولات الكبيره دي، المطلوب بتبقى انت متواجد في المكان الاول. فدي التحديات الكبيره مع الانديه الكبيره، يعني دي تحديات صعبه، والاهلي قادر ان شاء الله يبقى على قد الحدث يعني، وموجود في منصات التتويج ان شاء الله. يعني حلم تدريب النادي الاهلي لسه بيراود الكابتن حمدان صديق؟ اكيد اي حد شغال في المجال، الانديه الكبيره بالنسبه له المنتخبات بتبقى طبعا. حضرتك مش اي حد، ربنا يخليك. لا دي حقيقه. الحمد لله على كل شيء. الحمد دي حقيقة. لله. الحمد لله. اكيد يعني لسه الحلم متواجد. طبعا لاخر وقت بتقعد بتفكر في الحاجات ديت، بالنسبه لك حاجه كويسه قوي. يا رب ان شاء الله. يعني احنا قفلنا موضوع دجله يا كابتن حماده، ولا حضرتك عايز تتكلم؟ لا خلاص، يعني مرحله عديت. فهمتني ان هم كانوا عاملين مشروع. المشروع ده لم يجني ثماره حتى الان، فبيحاولوا ان هم يدخلوه في الدوري المصري حتى يبقى يعوض. هو بادئ من فتره. يمكن انا في اخر فتره كان معايا بعض حوالي اربع لاعبين من المشروع دوت، وكانوا بيأدوا بشكل كويس جدا. ايمن عادل، محمد هلال، شوقي، يمكن كان محمد شريف كان موجود، بس موجود من النادي مش من الاكاديميه، بس من ناشئين النادي، كان برضو من الناس اللي انا دفعت بيهم في اخر السنه.
ويمكن المجموعه دي كلها شاركت في اخر مباراه في الدوري يوم ما الزمالك كان بيتكرم في بطوله الدوري، كان ماتش دجله اتعادلنا 0-0. كل العناصر دي شاركت وادت بشكل كويس جدا في المباراه، وكان المفروض يبتدوا بقى السنه اللي بعديها معايا ان شاء الله. يعني دجله فريق اعتقد كيان كبير وعمل، وانا بحبه على المستوى الشخصي يعني، عارف لما بتقعد تخش مكان زي سموحه بالنسبه لي ذكرى كويسه جدا، وعلاقتي بالناس ممتازه. دجله نفس الكلام مع مستر ماجد، يعني علاقه صداقه بينا وانا محب جدا للنادي، يمكن بطمن عليهم على طول، ويمكن باركت لهم امبارح في اول فوز ليهم. ان شاء الله يكملوا، عندهم تجربه جديده السنه دي فنيا في الملعب، في قناعه تامه بالمدرب الموجود، يمكن كان عنده تجربه قبل كده، نفس التجربه يمكن كانت بدايه المشوار بالنسبه له في اليونان، كان في بعض المشاكل في تحفيز حاجات معينه، التحضير اللي من تحت والبناء والقصه محتاج يعني وقت طويل، فنجح في التجربه بشكل كبير بره وجاي ينفذها هنا، وفي قناعه من المسؤولين بيه كمدرب، وابتدى يمكن البدايه كان ضعيفه جدا، يمكن النتائج ما ساعدتوش، يمكن ابتدى من اول ماتش امبارح يعني اللي هو المكسب، الثقه اللي تخش عند اللاعبين عشان تقدر تادي ما تلعبش تحت ضغوط. يعني اقول لك مثلا كابتن علي ماهر مع الاسيوطي السنه اللي فاتت، اللي خلاه لعب من غير ضغوط اللي هو بدا بدايه كويسه قوي كنتائج بالظبط، فلما اللعيبه ديت لعيبه ممتازه تلعب بعيد عن الضغوط بتأدي بشكل كويس. هاي الكلام انا اتكلمت في كلام بالظبط امبارح والله، والله العظيم كنت بكلم مدرب هو خلص يعني عدى مرحله الضغط، يعني فريق صغير ازاي تبقى موجود في الدوري، بعد ما تضمن ان انت موجود بشكل كويس وجمعت نقاط كويسه، اللعيبه تقدر تطلع كل اللي جواها بالظبط من غير ضغوطات بالزبط. الضغوطات اللي بتيجي يعني فرقه بتقعد تعاني من اول الدوري لاخر الدوري، اللي هي بتعاني نتائج سيئه، احباط عند اللاعبين، عدم ثقه، وهي لعيبه كويسه فيهم لعيبه كويسين بس مش قادرين بالزبط. والمدرب نفسه بيجي في وقت ما بقاش مش لاقي حلول. هو ده الكلام والله العظيم، كان معايا مدرب دجله امبارح فبيتكلم ان المهندس ماجد سامي مديهم الدعم الكامل ومديهم، لا مستر ماجد رائع في الحاجات دي اللي هم يكملوا بالظبط. فقلت له خلي بالك بس في نقطه انت مش واخد بالك منها، ان الحاجات دي اللعيبه لسه صغيره مش هتتحمل ضغوطات الهزيمه، يعني مش هيطلع لك 50% زي ما هو يبقى مطلعها وهو مستريح نفسيا بيكسب، لكن الهزيمه في هزيمه في هزيمه اكيد هتهز المدير الفني وهتهز اللاعب لان لسه ما عندوش خبرات فنفس الكلام بالزبط. يعني هي محتاج مع الفني نفسي بالظبط عشان اقدر ان اللعيبه ما يجيلهاش الاحباط ويبتدي التوتر يدخل لها، يبتدي يلعبوا تحت ضغط الهبوط، ده مشكله كبيره جدا طبعا يعني منها المدربين يعني منها، فدي محتاج مع الفني نفسي ازاي اقدر اخلي اللعيبه عندها الثقه، وده شايفه عندهم يعني يعني من رئيس النادي، من المدرب، من المجموعه الفنيه الموجوده، مع اللعيبه ابتدت تستوعب يمكن شكلهم بقى لهم فتره الشكل كويس لكن النتيجه مش بتساعد. امبارح كسب المباراه، يمكن قدام لما اللعيبه تحفظ الشكل دوت يعني هي خطوات. طب يا كابتن حمادة انا بتكلم على وبيحضر كويس وكله، بس الخطوه اللي بعد كده العناصر اللي تقدر تترجم الاستحواذ ده لا اقدر اعمل خطوره على الجون. لو في مشكله في التحضير كمان، يعني في مشكله هو في التحضير، خسر ماتشات، خسر ماتشات من التحضير بالظبط، يعني عنده مشكله كبيره. مره عبد المنصف بيرجع يعني في واحده في التحضير اتقطعت جون، مع ان عبد المنصف مادي يعني رائع معاهم، مع المدافعين باص غلط بالظبط، ميس باص بتتقطع، يمكن الجون لاول مباراه الداخليه هو تعادلوا فيها بالظبط، هي جون جيم التمريره باص خطا في النص، عنده ديفندر اجنبي اللي هو بينزل بيبقى اللي هو بينزل بين الاثنين مساكين عشان يفتح المساكين، عنده مشاكل كبيره جدا انا بصراحه، والمساحات يعني عندي استفهام كتير عليه يعني استلامه وتسلمه المفروض ان ده واحد بقى ده اللي هيلاعب الفرقه اللي هو بينزل بين الاثنين مساكين. لا بس كويس، لعيب كويس، لعيب كويس اللي انا شفته ما كانش بصراحه، لا ما يعني حاجات تخوف، وفيها بطء شويه هي محتاجه، عنده بطء عنده بطء شويه، ولكن هو لعيب كويس بيستلم كويس بيسلم كويس، لكن التحرك بتلاقي يعني النتيجه بخسران مباراه تلاقي نفس الريتم واقع في هدوء، ما فيهاش الحميه اللي فيها السرعه، فيها الانتقال بسرعه من التحولات بتاعه الفريق من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، الشراسه، لكن هم ابتدوا يعني يعرفوا يجمعوا ويستحوذوا ويعملوا، ولكن الترجمه اللي قدام بتعتمد على المهاره بتاعت ابراهيم النضاي، لعيب كويس جدا، كريم ممدوح لما بينزل بيبقى عامل شكل كويس، عندهم
افراد يشتغل على على, على مش شغل جماعي في الناحيه الهجوميه. انا شايف كده، ممكن هو شايف حاجه ثانيه، ولكن احنا كمحللين بنتكلم على الاداء بتاع التيم دوت كظاهره جديده، مش جديده، هي موجوده، يمكن ايهاب جلال لعب بيها ونفذها بشكل كويس في المقاصه، بس ما كانتش بالطريقه دي بصراحه، كان فيها سرعه شويه، كان فيها سرعه، ما كانتش محسوسه قوي، وعنده العناصر الاماميه اللي تعملها له، اللي هي بعد ما تخلص ده انت محتاج السرعات اللي قدام. هو كان عنده الحاجات ديت، ايهاب كان عنده في التيم لعيبه تقدر، حسين الشحات مش عارف ايه، عن في سرعات قدام اللي انا بعد ما بحضر كويس وابتدي من تحت، كان دايما يبتدي من تحت. نجح يمكن في الاول كان واجهته بعض الصعوبات، ولكن في الاخر نجح فيها وابتدى التيم حفظ لما قعد موسم واثنين وثلاثه مع المقصه. كابتن حماده، السؤال المهم، انا كمدرب مش المفروض احفظ لعيبتي وادخل الدوري الممتاز ان انا خلاص في بطني بطيخه صيفا اللعيبه حافظه طريقتي وهيقدروا يعملوها بمنتهى الثقه، مفيش سلبيات؟ اكيد هيبقى في سلبيات لكن مش بالسلبيات دي، ولا ان انا ابدا اغامر في الدوري اربع خمس ماتشات برضه ايه؟ الوقت ما كانش كفايه في التحضير في اللي هي فتره الاعداد، او ماتشات وديه ما كانتش كفايه اللعيبه تقدر تحفظ، بس برضه هتخش طالما حاجه جديده على اللعيبه هتبتدي تخش الدوري، يبقى عندك مشاكل في الاول. ده طبيعي جدا ووارد في كل الانديه يعني. بالذات لما تبتدي تحفظ شكل جديد اللعيبه مش واخده عليه، بالذات في مصر. بالزبط. في مصر حته في الدوري اي فرقه حتى فرقه كبيره بتعمل عليها ضغط من قدام تشتيت، بتلاقي بتبتدي تشتغل كور طويله. لكن فرقه بتحاول تعمل الاستحواذ، يبقى لازم عندك لعيبه عندها المهاره بتاع التسليم والتسلل والتحرك اللي بدون كره والسرعات. بالظبط، ده مهم جدا. يا رب، انا نفسي والله، انا بحب الطريقه دي جدا. يعني كان جوارديولا، كان طبعا جوارديولا استاذ الحاجات دي، هو اللي اخترع الحاجات دي في العالم اساسا. هو كان يقول ان انا مهمتي ان انا اوصلكم للثلث الاخير بمنتهى السهوله. الثلث الاخير بقى زي ما حضرتك بقى بتتكلم، لازم بقى فيه سرعات، لازم بقى فيه مهارات، لازم بقى فيه ترابط، بيبقى يعني دور المدرب تنظيميا اقل شويه غير ان هو يوصله في الحته دي. هي بتعتمد زي برشلونه، هو اول واحد بدا يعني شفناه، اللي هي تيكا تاكا والشغل اللي هو الاستحواذ والبناء من تحت مع الجول مع الحارس بتاع. اختيارك للعيبه اول السنه، اختياراتك، مين بيدور على اللعيب اللي عنده المهاره دي وعنده السرعه، مش مهم بقى الاجسام ولا بتاع، لا، بيختار اللعيب اللي هو عنده مهاره التسليم والتسلم، واشتغلها ازاي، والرؤيه والثقه والتحرك. بالظبط، حاجات كتير جدا. التحرك بدون كوره يعني مهم جدا. طبعا موجوده طبعا مع الفارق، طبعا موجوده. يعني النادي الاهلي كان دي طريقته من زمان، اللي انا استحوذ، ممكن استحوذ، بس عند النادي الاهلي يبقى استحواذ في المنطقه الوسط، يعني استحواذ اللي هو لما الكوره خدها او لما اجيبها، ما اقدرش ابني مش من تحت، مش ببني من عند الحارس المرمى من تحت، لا، ببيها من نص الملعب. ليه يا كابتن الاسباني؟ ليه تفتكر؟ ليه في خطوره في المكان دوت مهما يكون، ولا المدرب ما بقاش عنده القلب ان هو يستحمل الضغط اللي ممكن يشوفه من الجماهير لو في كره غلط تتلعب؟ لا، كل مدرب وليه فلسفته في الشغل. انا ما شفتش ان النادي الاهلي على مدار حياته بدا من تحت بالاريحيه اللي احنا بنشوفها، اللي هو مع ان الاهلي من الاولى ان هو يعمل كده. بص، الاهلي في الدوري بتلاقي الفرق كلها بتبقى عامله تكتل دفاعي قوي جدا، فبتسيب له، مش محتاج، مش ما بيعملش، نادرا بتلاقي حد او قليل يضغط عليه. في بدايه الماتش تلاقي كل الفرق بتعمل ضغط من قدام، ضغط مره واحده راجعه واقفه في نص ملعب لما الدنيا واقفه المساحات. الاهلي عنده اللعيبه اللي هي تحل في الزحمه، يعني عنده اللعيب المهاري وليد سليمان، مش عارف، لعيبه كتيره تقدر تحل في زحمه، فيبتدي هو يتراجع ويعمل لك كثافه عدديه في نص ملعبه، عايزه حلول. فانت مش محتاج تحضر يعني من تحت، هتلاقي الدنيا انت توصل نص الملعب مفيش حد بيقابلك، فتبتدي تعمل الاستحواذ من نص الملعب والتحركات اللي هي الحره اللي بتخلق مساحات للشغل. تمام، تعال نروح للمباراه بقى اللي كل الاهلاويه بيستنوها، الاهلي وحريه كوناكري الغيني، مباراه العوده. حضرتك معاك القايمه اللي قالها لنا كريم. يعني كده لو قلت لحضرتك اختار 11 لعيب للمباراه دي وليه؟ بص، هو مبدئيا عنده مشكله طبعا في الناحيه في قلب الدفاع، ولكن احنا شفنا السنه اللي فاتت ماتشات كتيره جدا الاهلي لعبها بمحمد هاني وايمن اشرف. بالظبط، كان عنده اصابات كتيره في المنطقه ديت، ولكن طبعا تدعيم كوليبالي وايمن اشرف، شريف كوليبالي طبعا رائع، يمكن اضافه كبيره كويسه جدا للنادي الاهلي. انا حييت بصراحه، انا حييت كالتيرون. لا، عارف ليه يا كابتن حماده؟ انا قلت الكلام ده، بس اختيار انا موفق. طبعا ايه اختيار موفق؟ لا، ان هو قلبه جامد قوي،
ان انا مدرب نادي اهلي ولسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم وعندي ماتش في افريقيا وكان عندي رجوع في المستوى وهزيمه بالظبط والجماهير كلها بتقول عايزين نكسب باي طريقه وان انا اجيب واحد العبه في الحته دي قلبه بصراحه ميت. لا طبعا بص هو شكله شخصية طبعا قوية. هو طبعا عنده حاجات كثيره كويسه يمكن هو اتكلم في نهايه الموسم اللي فات قال الاهلي نهى خد بطوله الدوري ولكنها في افريقيا مش يعني كانت نتائج عندك نقطه ونهايه الموسم ما كانتش بالنسبه للنادي الاهلي كانت جيده. الاهلي لما يخش بطولات لازم ياخد الكاس والدوري هو ده طموح الجماهير والنادي. فهو اتكلم على النقطه دي ازاي درس المشاكل اللي كانت موجوده قال لك الصلابه الدفاعيه مش موجوده يعني قلت في النادي الاهلي فهو فكر في سليف كولوبالي يمكن كان ليه تجربه معاه في مازيمبي تقريبا بالظبط وهو يعني مقتنع بقدرات اللاعب بشكل كبير ولعيب فعلا لغايه النهارده اثبت اللي هو صفقه ناجحه ما شاء الله بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني دفاعيا وكور ثابته كور ثابته من التكتيك بتاعك بالظبط يعني برضه في التكتيك بتاعك لازم تعتمد في ماتشات تخلص بكره ثابته بالظبط فهو طبعا بنسبه 100% ناجح لغايه النهارده ايمن اشرف ادي في المكان ده كويس يعني لو حضرتك اخترت التشكيله الشناوي الشناوي سليف وايمن اشرف علي معلول واحمد فتحي هشام محمد عندك انا هسال حضرتك ليه يعني هسال حضرتك بعد ما اختار التشكيل ده يعني لا هشام محمد انا بتكلم على التشكيلات اللي لعبت ما هو مش هيقدر يعمل تغييره كبيره في التيم لا لو حضرتك ال 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 طلب من حضرتك هاخد الناس الموجوده في الملعب ولعبت الماتشات اللي فاتت دي وبتأدي بشكل مستوى ثابت تمام طب حضرتك شايف الاهلي محتاج ديفندرين محتاج حد اصابات اصابات كتيره لا مش انا اسف الماتش ده انا اسف عموما الاهلي محتاج ديفندرين في نص الملعب والله انا شايف لا عنده اكرم من لعيبه كويسه جدا بس اكرم محتاج يلعب برضه في وقت ما يبقاش فيه ضغوط يعني انت خلاص انت بتلعب بدور الثمانية في افريقيا ماتش ذهاب وعوده بعد كده ربنا يكرمك هتقابل اكيد الوداد هو يمكن اقرب للغالب الماتش الاولاني من صيف 1-0 ولكن هو الاقرب فرقه مش طبيعيه فرقه كويسه جدا حتى وفاق الصيف كمان فرقه مش طبيعيه الفرقتين كويسين جدا فدخل على الصعوبات فمحتاج اكرم يخش يعني اكرم من ساعه ما جه النادي الاهلي و لسه ما خدش فرصه كامله محتاج ياخد الفرصه كامله انا كان هو ديفندر كويس جدا لعيب كويس حسام عاشور واقف على رجليه بشكل حسام كويس ما شاء الله مسمار الاهلي الرؤيه وتدوير الكوره يعني ليه حاجات كتيره في الملعب هشام محمد هشام وحسام عاشور هشام لعيب كويس بس هشام في سنه بطء شويه لكن هو عنده الرؤيه كويسه قوي بيقدر ينقل الملعب بيقدر يكمل يمكن حته الضغط شفناها في ماتشات كتير ما بيعملهاش بالشكل اللي بتاعه النادي الاهلي النادي الاهلي كان بيفقد الكوره في المكان ده تلاقيه عامل ضغط بكثافه ضغط مركب بيعرف يجيب الكوره هشام عنده حته الضغط انا يعني شويه يمكن ما شفناش غير الماتش الوحيد اللي كان عاجبني قوي ماتش الترجي بعد اول ربع ساعه يمكن الربع ساعه الاولى كان الترجي عامل خطوره كبيره وقدر يعني يوصل لمرمى النادي الاهلي ولكن بعد كده يمكن الهدف اللي جه بدري القوه والروح القتاليه كانت موجوده في الملعب من اللعيبه كلها. وطبعا عمرو السوليه كان ليه دور كبير بس الاصابه طبعا عمرو ماشي بشكل كويس وعمرو يمكن من الناس اللي قلت كان لازم يتواجد مع منتخب مصر في كاس العالم. هو ووليد سليمان الاثنين اللي انا يعني كان نفسي يبقوا موجودين وكان المستوى بتاعهم يقللهم لكده. كابتن حماده حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا وانا هقول لك حاجه يعني عكسية أنا مستغربها يعني حضرتك بتتكلم عن هشام بتقول عنده سنة بطء أنا عندي بوسكيتس ديفندر برشلونة أنا أعتقد أنه هو أبطأ لعيب في العالم لكن من أحسن الديفندرات في العالم بص مين جنبه يعني برضو حتة يعني زي توزيع مثلا أدوار توزيع أدوار طبعا في واحد برضو في الديفندرات لازم عندي واحد اللي هو بيشتغل بوكس تو بوكس لازم ما ينفعش الاثنين يبقوا ده اللي بكلم حضرتك فيه الاهلي محتاج ديفندرين بنفس الشكل ونفس التركيبه ولا محتاج ديفندر اللي هو زي حضرتك بتقول بوكس تو بوكس والديفندر اللي هو ثابت ده زي ما كان حسام غالي بيلعب في وقت ايام كان حسام غالي كويس يعني لسه يعني قبل ما كان بيشتغل بوكس تو بوكس بشكل كويس جدا
وعنده صناعه اللعب. بالظبط. ان هو ما ينفعش ابقى الاثنين واقفين في حضن، ده اللي بتكلم فيه يعني، في قدام خسران واحد. قدام المتمسكين خسران واحد نفس الاب خسران واحد نص الملعب، خسران في الفرق الكبيره. بالظبط. الفرق الكبيره لازم بتلاقي فيه، حتى لما بعمل الضغط ببقى ممكن ديفندر ده بيعمل ضغط جنب راس الحرب. بالظبط. والراجل لو بلعب 4 2 3 1 في وقت لازم بلعب ب 4 1 والتاني ده لازم يبقى جنب بالظبط الراجل اللي تحت راس الحرب جنبيه في الهجوم في الضغط في الحاجات ديت، لكن ما ينفعش الاثنين يبقوا واقفين في الحته اللي ورا. بتدخلني في حتتك يا كابتن حماده، يعني بتجيب لي اسئله وانا خلي بالك ما سالتكش ولا سؤال من السكريبت لسه. ما تسالش، خلينا يعني كده قاعده كده. 4 2 3 1 بنطبقها في مصر صح ولا مسمى؟ لا بنطبق، اصل هي بتختلف يعني، انت على المباراه هتلاقيها 4 2 3 1 لكن لازم اثناء سير المباراه لازم تغير. ده بيحصل؟ بتحصل في بعض، عندي فرق كتير طبعا موجوده كويس. ما بشوفهاش انا بصراحه. لا موجوده في موجوده في في, في 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 الاهلي، موجوده في الزمالك. لا ماشي الاهلي انا وفي الزمالك موجوده يعني، تلاقي طارق حامد بس اللي واقف. احنا بس ما شفناش في منتخب مصر. لا ولا كنت تشوفها النني وطارق، بس دي ده كوبر؟ تفكير مستر كوبر، ده تفكيره، ده طريقه لعبه. ما مش عايز اتكلم بصراحه يعني. لا انا عندي تحفظ كبير جدا عليه من ساعه ما مسك منتخب مصر. بص في حاجات اهداف على الورق هو حققها بنسبه 100%. من ساعه ما وصلنا كاس العالم لغايه كاس العالم هي دي الفتره اللي كان فيها التحضير ما كانش بالشكل الجاي، لكن الناس من الاول خالص مش راضيه على الاداء. يا كابتن في الحلاوه بتاعت الاداء، في تحقيق هدف وهمي وفي تحقيق هدف فعلي. تحقيق هدف وهمي ان انا اوصلك لما موت مصر كلها، ده تحقيق هدف وهمي وشفنا ثماره وجنيناها كلنا من في كاس العالم. ميدو خلينا. لكن فعليا انا لا، انا ممكن استنى لكن اطلع فعليا صح. بص يا ميدو احنا جينا على راجل جامد، معلش انا مع مستر كوبر أنا في حاجات معينه. لا 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 في حاجات طبعاً. بس الاختلاف مطلوب يا كابتن. طبعا يعني الراجل كان قدامه اهداف وقدامه حاجات، والراجل كان بيشتغل باخلاص فوق الوصف. يمكن قعدت معاه واتكلمت معاه كتير. اكيد انا مش شككتش في الحته دي خالص. كان حابب شغله بشكل كبير جدا وليه فلسفه معينه. الفلسفه دي نجحته. ما انا نفسي اعرف الفلسفه بتاعته كانت ايه. اقول لك الفلسفه فضل. في طريق في الفن في طريقه اللعب بتاعته، هو عنده اثنين، احمد حجازي وعلي جبر في المساكين الكور العرضيه عنده. طب تعرف حضرتك انا هرد على حضرتك، دخل فينا جون من الكره العرضيه. ده الاجوان كلها اللي جت فينا كلها اخطاء دفاعيه. طبعا مع احترامي طبعا للعيبه مش ذنبهم يعني. كان بيهتم جدا بالوقفه الدفاعيه بتاعت منتخب مصر. النني وطارق حامد الاثنين قافلين العمق بشكل كويس جدا. الاطراف قافله لجوه، يعني عامل تكتل الوقفات الدفاعيه بيعملها 10 على 10. مع ومع ذلك انت داخل فيك كل الاجوان اخطاء دفاعيه. انت في كاس العالم. لا مش في كاس العالم. يعني بص انت بتلعب قدام فرق كبيره. مش في كاس العالم. لكن انت بتقدر تكسب. انا بتكلم حتى في افريقيا، حتى في تصفيات كاس العالم. في داخل فينا ماتش الكونغو هناك الكره العرضيه مش عارف ايه. نهائي افريقيا. بس ده طبيعي بيحصل، ده طبيعي في تمام. العالم كله الفرق كلها. انا معاك. لكن تحقيق الاهداف اللي مطلوبه من الراجل دي حصلت. ما انت عايز ايه تاني؟ دي انا عايز منتخب قوي. احنا بنتكلم على مشكله اداريه حصلت. انا عايز منتخب قوي يا كابتن حماده. ما انا عارف انت ما تقارنش وقت بوقت. ما تقارنش المنتخب دوت باداء خالص كاس بتاع كاس الامم مع خالص. كابتن حسن شحاته خالص. في فروق كتيره جدا. المجموعه اللي كانت معانا مع حسن شحاته لو معانا محمد صلاح كنا عملنا حاجه يعني وصلنا في كاس العالم في مرحله معينه. طبعا طبعا. ولكن هو عنده القدرات الموجوده، هو وظفها بشكل هو شايفه صح. اللي انا بنجح اللي انا بالتطوير بتاعي في الناحيه الهجوميه محمد صلاح وتريزيجيه. ده تطوير الهجوم اللي عندي. انا لازم اقعد معاك حلقه كامله نتكلم على كور. بس لا انا اكلمك على وانا اقنعك على التحول. انا اقنعك على بس خلينا عشان رؤية. وقتنا فضل. بيخلص فضل. انا عايز فضل. طبعا معايا حد زي حضرتك لازم تقول لي لو هتنصح باتريس كالترون في المباراه اللي جايه ممكن تقول له ايه؟ انا اتكلم على اللي يعني اخر ماتش كان في مصر هنا افريقي كان مع كامبالا سيتي. كان عندنا اخطاء وانا خايف نقع فيها الماتش الجاي ان شاء الله. التيم اللي جاي ده قدر يتعادل مع سان داونز، وسان داونز كان محتاج بالزبط. يكسب بالظبط عشان يوصل بالظبط يعني التعادل بالنسبه له خساره فخسر. يعني التعادل بالنسبه له كان خساره. والفريق ده قدر يقف
ويدافع بشكل كويس ويعدي الدور اللي بعد كده. يبقى ده فريق عنده بره بيلعب بشكل معين. فلازم يتدرس طبعا اكيد درس ماتشه مع وباتس كاتون. اكد على النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، قال الجوله اللي دخلت فيها في كامبالا سيتي مش هتحصل تاني. بالظبط ده كان يعني دي نقطه مهمه جدا ولازم يعني ايه تحطها تحتها 100 خط. ماتش كامبالا سيتي اللي كان هنا الهجمه المرتده اللي انا متوقع يعملها الراجل اللي عنده خط هجوم، يمكن الراجل كان بيلعب على احمد فتحي ناحيه الشمال، يمكن اسمه لعيب كويس جدا. هو اللي عنده السرعه اللي بيعملها، يعني اختيار احمد فتحي في المكان ده في الوقت ده وفي الماتش دوت كان مهم جدا، مع ان كان بيروح اتنين على احمد فتحي بس الوقفه الصح مع احمد والناحيه الدفاعيه كنا بنعملها بشكل كويس جدا. في مصر هتلاقي عندنا الخطوط انت لازم تكسب عشان تعدي، فمش هتقدر اكيد هيتواجد عندك مساحات. محتاج التركيز ورا من الناس اللي هي الوقفه الدفاعيه، الالتزام الدفاعي. بص وانت بتهاجم الدفاعي. التحولات دايما بتبقى بمجموعه لاعبين. لما بقطع الكوره بتحول الناحيه الهجوميه مش بالتيم كله، بمجموعه لاعبين، بمجموعه واجبات معينه. يعني في مدرب يقول لك انا احب وانا بقطع اتحول بثلاثه بس، بتحول باربعه، بتحول بثلاثه اللي قدام مع طرف مع نص ملعب. دي التحولات اللي بتحصل عندي. الباقي لو وقف سارح بيتفرج على الماتش طبعا دي الكارثه كبيره، كارثه. فلازم وانا بتحول يبقى التركيز اعلى من بره. انت بره اللعيبه اوتوماتيك هي من نفسها بتبقى عامله تراجع واقفه، يمكن ما بتعملش الضغط قوي لقدام في فترات كتيره في الماتش، تلاقيها بتتراجع تقفل مساحات. عارفه التعادل بالنسبه لي مكسب اي فرقه، مع ان احنا ضيعنا هدفين ولكن الـ 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 النتيجه معقوله، النتيجه معقولة مرضيه جداً. مرضيه جدا مش جدا، هي مرضيه. انا كنت ممكن اكسب. النادي الاهلي دايما الهدف اللي بره ده ليه ثمن كبير في الماتشات دي، اكيد اكيد. فهو ما حققش الهدف ولكن ما دخلش فيه جون. فالماتش اللي هنا انت محتاج تجيب جون، مش محتاج لو تعادلت انت هو ايجابي ولا حاجه، انت لو جه فيك جون مشكله، مشكله كبيره. فلما كنتش اقف انا وقفات سليمه ما فيش فيها فوائد الثلاثه اللي ورا، يعني بقف بثلاثه او اربعه وعندي سته بيهاجموا، فازاي دولت واقفين صح؟ هم دولت لو وقفوا بشكل كويس جدا منعوا موضوع الخطوره بتاعتك هتقدر تجيب جول في اي وقت. تاكيدا على كلامك بشوف مدربين كبار، وللاسف وقتي خلص، مدربين كبار قوي. انا دايما بشوف جوارديولا قوي، يعني بيبقى مركز والهجمه معاه مركز على الناس واقفه ازاي؟ الناس واقفه ازاي؟ الكره الثانيه والناس واقفه ازاي؟ انا اتشرفت بيك جدا يا كابتن، ربنا يخليك. والكلام اكيد ما بيخلصش معاك في الكوره خالص. انا كان مش عايز اقول لك اسئله قد ايه وكان في دماغي، بس ان شاء الله ربنا يخليك تاني ان شاء الله. اتشرف بحضرتك في اي وقت. الله يخليك، شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا لحضرتك. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته اللي جايه يوم السبت ان شاء الله. يكون معاكم سيد عبد الحفيظ بكره، هيتكلم معاكم على هذه المباراه بالتفصيل بعد هذا الفاصل. هيكون معاكم الاستاذ شريف فؤاد، معاه الدكتور محمد سراج الدين. استنوهم وشكرا جدا لحضراتكم.